السلام عليكم متابعي قناة كلاكيت ميديا. قبل بداية الفيديو لا تنسى أن تضع إعجاب لهذا الفيديو واشتراك. أعلن الديوان الملكي السعودي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت وفاة الأمير تركي بن عبد الله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود. ونعى أمراء من الأسرة الحاكمة للمملكة الأمير الراحل عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تنهال عليهم عبارات التعازي والمواساة. وقال الديوان الملكي في بيان له إن صلاة الجنازة ستقام على جثمان الأمير الراحل بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. ولم ترد تفاصيل عن أسباب وفاة الأمير تركي ولا معلومات عن حياته الشخصية، فيما يبدو أنه بعيد عن المناصب الرسمية والحياة العامة. وأثار نبأ الوفاة تفاعلا كبيرا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث نعاه عدد كبير من رواد تويتر بكلمات مؤثرة، منهم من كتب: ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا خبر وفاة صاحب السمو الأمير تركي بن فرحان، نشاطركم ألمكم وأحزانكم بهذا المصاب الجلل برحيله، ونتقدم لأسرته وأبنائه وبناته وعائلته والأسرة المالكة الكريمة كافة بتعازينا القلبية الحارة، وأسكنه الفردوس الأعلى. وآخر كتب: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز نائب أمير الرياض، وكان يعمل طيارا في القوات الجوية الملكية السعودية، عمره 47 سنة، وهو الابن السابع للملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، الملك سلمان عمه، والأمير محمد بن سلمان ابن عمه. إنا لله وإنا إليه راجعون. أشكركم على الوصول إلى نهاية الفيديو. لا تنسى أن تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة.